يضرون اضطرار اضطرار انه نتكلم عنه. انت اصلا فيك فايده وعندك فهم في راسك ده كان تقوم تتكلم عن الصوفيه. يا اخي نحن كعبين مش قلت بنسب العلماء حقينك؟ خلاص قول بنسب الاولياء بتاعينك ذات مثلا، يعني ما هو فضل الا تقول دي الاولياء. قول اكعب نحن ولا البرعي؟ كده سؤال. لا يمكن يكون خطبه العيد في قرى كثيره عن دعاة التوحيد معنا البرعي اللي بيقول في كربك أنده بتغيث الدنده اللي بيقول قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي اللي بيقول دعني أصاحب سادتي وأماشي ده كلام البرعي دوما على رغم الحسود الواشي وأزورهم دوما طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي يعني خاشع ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي هم عدتي عند الشدائد كلها هم موئل يروي لكل عطاش كفر كفر أكبر مخرج من الدين ده كلام البرعي عليكم الله الأولى ده ولا الأولى نحن بالكلام كده سؤال نحن كعبين طب الأولى يا توب عشان أوريك إنه نازل ما عندهم دعوة صحيحة دي ما دعوة صحيحة وبدل ما تدافع عن شيوخك الليل والنهار دافع عن حق الله 4 دقايق